مساء الخير جميعا. في البداية أقدم شكري للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على هذه الدعوة التي أعتز بها وأتشرف، وهي إحدى الجمعيات التي تنتمي أزيد من شيء ما أقدر وهي إحدى الجمعيات التي تنتمي إلى عدد لا يقل عن 600 جمعية في المجتمع المدني في البحرين. هذه الجمعية واحدة من هذا الرقم الكبير. هناك سؤال جوهري، لأن لدي ثلاثة محاور ولكن الوقت ضيق ربع ساعة. السؤال الجوهري: ماذا نستفيد من برنامج المراجعة الدورية الشاملة؟ هذا السؤال يسأله الضحية ويسأله ذووه ويسأله بعض الحقوقيين. بعض الحقوقيون في واقع الأمر بأن برنامج المراجعة الدورية الشاملة يعني هو برنامج متكامل وشاركت فيه كل دول العالم في وضع محدداته، حتى لا تكون إحدى الدول معترضة أو يعني تشعر ببخس الحق في المشاركة في برنامج لم تضعه. كل دول العالم نوقشت وصوتوا عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006، وكان وجاء ذلك كما ذكر الأستاذ العزيز أبو منصور كبديل لعمل لجنة حقوق الإنسان. حاضنة المراجعة الدورية الشاملة هو مجلس حقوق الإنسان. مجلس حقوق الإنسان يتكون من 194 دولة، يعني كل دولة هي عضو في هذا المجلس. هذا المجلس ينتخب 47 دولة كدول تمثل الفريق العامل لإدارة موضوع المراجعة الدورية الشاملة. في كل سنة 48 دولة تناقش، موزعة على 3 مرات في العام، 16 دولة 16 دولة 16 دولة، يكون بعد 4 سنوات اكتمل 194 دولة. يبدو أنهم وجدوا ليس فقط تأخر الدول، وإنما وجدوا أنه بحاجة إلى تمديد فترة العمل، لأن هناك بعض الدول تتأخر، فأصبحت الآن من 4 سنوات إلى 5 سنوات. هذه الآلية لها منهجية معينة وتعتمد على أسس راعت العدالة في أصحاب المصلحة، الحكومات من جهة والمنظمات الحكومية وهي التابعة للأمم المتحدة، اليونسكو واليونسيف والمنظمة العمل الدولية وما إلى ذلك، والمنظمات الدولية غير الحكومية الNGOs، والمنظمات الأهلية الوطنية في كل بلد، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل البلدان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والهيئات الأكاديمية وهيئات البحث العلمي، جميعهم يستحقون ويمكنهم أن يشاركون في هذا المجلس وفي هذه الجلسات. في العام 2012 شارك بعد الجلسة عدد من منظمات غير الحكومية بكلمات لمدة دقيقتين، ولأن البحرين عرفت بأن هذا الحق غير قاطع وناجز بالنسبة للمنظمات، بحيث يحق للدولة أن تطلب حجب مشاركتهم، ففي هذه المرة لم تشارك بعد الجلسة أي منظمة. البحرين طلبت أن تحجب هذه المنظمات عن المشاركة.
في 2012 الأمنستي والهيومن رايتس ووتش والفيدرالية وكل المنظمات الكبيرة أخذت على دقيقتين ومثلها من مثلها. حينما نقول ما الذي نستفيده من هذا البرنامج؟ هذا البرنامج قائم على مقولة دائما يقولونها هناك: name and shame، سمه وعيره. إذا ما قلت له أنت عندك هذا الانتهاك على رؤوس الأشهاد، ما بيكون آلية التعاطي السري التي تحصل في كل الاتفاقيات من خلال يعني المراجعات مع الدول وأخذ التقارير ومناقشة الأمور، هذه تصبح أكثر حرجا على رؤوس الأشهاد. أقول لك أنه موجود كذا 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 كذا، name and shame، يعني هذه واحدة من الطرق التي تكون مشجعة على تقليل أو الوقاية من ارتكاب الانتهاكات، وأيضا من الآليات المشجعة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان. أنا لدي محور سأتجاوزه لأنه محور نظري في واقع الأمر، وهو طبيعة الحقوق التي نستحقها. وأعتقد أنه الجدير بأن أذكر وإن كانت كلمتين: حقوق الإنسان هي ليست منح، بل بعضها ليس بحق قانوني وإنما حق طبيعي. يعني هل يحتاج إنسان يعيش على مساحة جغرافية إلى قانون يقول له أن حياتك محترمة؟ لا، حتى بدون وجود قانون الحق في الحياة. الحقوق الطبيعية هو حرية التعبير وحرية الرأي، هذا حق طبيعي، هذا لا ينظم بقانون، ينظم بقانون لمنع التجاوز، أما لإعطاء هذا الحق لا، ليس القانون الذي يعطيني حق أن أكون حرا في فكري وفي تعبير. الحرية في التجمع هذا من الحقوق الطبيعية، ينظمها القانون من أجل ألا يتعرض الآخرون لآثار سالبة فيما لو أسيء الاستخدام. أما أصل الحق في التجمع، الحق في التعبير، الحق في الحياة، الحق في السلامة، الحق في أن أكون جزءا فاعلا في أي مكون اجتماعي صغر أو كبر، هذه حقوق طبيعية. القانون ينظم الحقوق غير الطبيعية، حقي في التعليم لأن هذا حق موجب كما يقولون، هذا على الدولة أن تقوم بأفعال كثيرة حتى توفر، تبني المباني، تدرب الناس حتى يكونون معلمين وبعدين يعلمون الأجيال، هذا فعل، بس تلك حقوق سلبية لا يحق للدول أن تحد منها إلا فيما يكون في مصلحة الجميع حتى لا يتم يعني إساءتها. هذه المقدمة التي أريد أن أقولها، أريد من ورائها أن أقول بأن الفاعل الحقوقي والناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان يجب أن يمشي على الأرض ويوضع على رأسه هي أو هو تاجا، لا أن يلاحق، لا أن يحاسب، لأن الذي يمارس الدفاع عن الحقوق هو يعزز الاستقرار ولا يهدد الاستقرار إطلاقا. هذه ليست كلمات يعني كلمات غزل أو عبارات أغازل يعني السلطة وأقول له لا نبغى الاستقرار، لا، أنا أريد الاستقرار لأن أعيش على هذه الأرض، وما دمت أنت مدافعا عن الحقوق أنت تكرس الاستقرار ولا تهدد الاستقرار بالمطلق، لأن في النتيجة إذا بقيت الحقوق مكرسة وثابتة تحقق الاستقرار ولا تحقق اللا استقرار أو
هنا أتي إلى المراجعة الدورية الشاملة. تذكرون في العام 2012 كانت 63 دولة، في العام 2017 أصبحت 83 دولة، وكان 91 دولة طلبوا الكلمة، لكن يبدو أن بعضهم غاب، تأخر، ما أعرف الأسباب ولا أريد أن أتحدث عن الأسباب لأن أنا ما موجود. 83 دولة. 176 توصية كانت 14 منها عن تنفيذ توصيات بسيوم، 27 منها كان عن التعذيب، 26 منها كان عن حرية التعبير. في هذه الدورة اللي هو أنا ما بطول واجد عشان يعني أبو منصور ما قصر قال لكم كل شيء، في هذه الدورة لاحظت بأن التوصيات ذهبت إلى جوهر مهم بالنسبة إلى المراقب، سواء كان عضوا في مجلس حقوق الإنسان من الدول 47 أو من الدول المراقبة، لأن الجميع يعني دولة مراقبة أو الدولة العضو في الفريق العامل يحق لهم تقديم التوصيات. لاحظوا بأن الدخول في التفاصيل لن يصلوا في نتيجة. هناك من يدعي يقول بأن التعذيب مستمر، وهناك من يقول وهو محترم لأن الدول جميعها في مجلس حقوق الإنسان محترمة، وكما يحترم الناشط وكما تحترم الدولة وكما يحترم أي شخص هناك قائم، حتى إذا تلاحظون في شروط تقديم التقارير يجب أن لا تكون فيه كلمات نابية، يجب أن لا أقول هذا النظام المستبد، يعني يقول لك التقرير لا تجيب لي كذا، جيب لي تقرير أن النظام أو الأجهزة أو التنفيذيين سواء في التعليم في الصحة في الأمن في الخدمات كذا يقومون بكذا كذا، ولا تستخدم الكلمات النابية. لماذا؟ لأنه هو قائم على مبدأ الحوار التفاعلي، يعني أنت تقول وأنا أقول وأنت تثبت وأنا أثبت، والعاقل يخرج باستنتاج. اللي يعني الضرورة أن نلاحظه ونستنتجه من هذه التوصيات أن عدد التوصيات التي جاءت لإلغاء وأقل من الإلغاء جاءت بعبارات مشجعة أكثر، هو التجميد أو الإلغاء أو إيقاف اختياري لعقوبة الإعدام حتى تتحقق إلغاءها قانونا. هذه من أكبر التوصيات. التوصيات اللي فعلا لاحظها هي دائما الدعوة إلى الانضمام أو المصادقة على البروتوكول الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني، الأول طبعا له علاقة بتقديم الشكاوى الفردية، والثاني له علاقة بعقوبة الإعدام. تعالوا يا بحرين صادقوا على هذين البروتوكولين. أيضا طلبت بعض الدول المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. هذا يحتاج إلى وقفة. لا تكون الدعوة إلى هذا البروتوكول ويصرف النظر عن أشياء أخرى إلا لأن هناك نوع من، لا أقول اليأس، ولكن الشعور بعدم الاطمئنان من الدول الداعية للتصديق على هذا البروتوكول بأن ما يقال من ادعاءات الضحايا أو الناشطين بحق في موضوع التعذيب وما تقوله الدولة بأنه لا يوجد، لا يمكن أن نخلص، هكذا يفكرون، إلا من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري، لأنه في واقع الأمر البروتوكول الأول والمعاهدة الدولية الوحيدة من كل المعاهدات التي تعتبر معاهدة تنفيذية. كيف تنفيذية؟ اللجنة الفرعية لاتفاقية مناهضة التعذيب
باقي دقيقتين أخلص الآن. اللجنة الفرعية والحكومة ولجنة وطنية تعمل بآليات. تقوم مقام اللجنة الفرعية في الداخل، ويحق لها أن تدخل كل مراكز الاحتجاز متى ما أرادت، ويسمى هذا البروتوكول بالبروتوكول الوقائي. اتفاقية مناهضة التعذيب اتفاقية فيها محاسبة، فيها متابعة، فيها مراقبة، ما الذي حصل. البروتوكول يعتبر وقائي حتى لا يحصل التعذيب أصلا. أنا لم أقل شيء من ورقتي، وشكرا.